اليوم راح أتكلم شوي عن فريناس، كيف تنصيب الفريناس، كيف تسوي لك يعني سيرفر. والفريناس عبارة عن سيرفر ولكن بواجهة رسومية يعني بسيطة، هو أسهل طبعا من لينكس سيرفر وغير السيرفرات اللي كنا يحتاج لها معرفة كثيرة طبعا بالأوامر. المهم ما أطول عليكم، في ناس طبعا اذا عندك كمبيوتر قديم، هو حسب الموقع يقول لك انه لازم يكون 8 جيجا رام فما فوق، ولكن لا تهتم لهذا الشيء، مو مشكلة حتى لو عندك كمبيوتر قديم او لابتوب قديم، الميموري مالته الرام مالته 4 جيجا يشتغل تمام وطبيعي وحلو، لانه انا عندي واحد كمبيوتر قديم وسويته يعني وشغال حلو كلش تمام. المهم الفريناس يعني كلش حلو، ممكن نضيف عليه بلاجنز مثل بلاكس ميديا سيرفر، وعندك مثلا نيكست كلاود. نيكست كلاود طبعا ممكن تصير عندك اكسس على ملفات خارج من النتورك. طبعا سويت هاني فيديو، موجود فيديو اخر عن كيف ضبط نيكست كلاود حتى تقدر تدخل عليه من اي مكان من العالم. يعني انا افضل هو الفريناس سيرفر، لانه انا ما احب اخزن ملفاتي مثلا بمواقع ما اعرفها. انت تخزن ملفاتك مواقع ما تعرفها مجهولة. طبعا ها بي اوبشن ثاني النيكست كلاود، ممكن حتى تسوي بيه محادثات، يعني انت مجرد من سيرفر السيرفر ما تدخل بيه شخص ثاني، لان ما تعرف هذه المواقع انت تدخلها من واحد، اكو شي وسيط بينك وبين الشخص الثاني. المهم اكو بيه اشياء حلوة، فمثل ما قلت مثلا يعني اعطيكم مثال، مثلا انا عندي مثلا انا طالع بمكان وعندي الهاتف تليفون، طبعا تقدر تنزل التطبيق تابع للنكس كلاود اللي هو من ضمن الفريناس، تنزل التطبيق على الموبايل، وممكن تدخل على ملفاتك اللي مخزنة بالكمبيوتر اللي هي في البيت انت بغير مكان ثاني. ممكن تحمل، صار عندك امتلاء بالذاكرة في الهاتف وانت خارج المنزل يعني، وتريد تفرغ من الملفات حتى تاخذ بعض الصور او فيديوهات اخرى ثانية، ممكن تحملها تعملها ابلود على السيرفر اللي في البيت، تخزن في البيت. المهم ما نطولت عليكم، كيف تنزيل وتنصيب فريناس بالضبط. تروح طبعا على الجوجل، تكتب فريناس، اوكي فريناس، بعدين تروح على داونلود. طبعا انا ما راح امشي بهالخطوات، هو بسيط المفروض. ملاحظة انه فريناس اللي عنده خلفية بالفرمتة بالفورمات الكمبيوتر ويعرف كيف يدخل للبايوس، هذا حيكون سهل عليه جدا، بسيط راح يكون. فالمهم تجي على continue with جوجل، تسوي sign in مع الجوجل اكاونت الايميل اكاونت، تسوي داونلود. بعد ما تسوي داونلود راح يطلع لك هذا الفايل فريناس، تروح تجي عليه. هذا الفايل لازم تحرقه على السي دي او على فلاش درايف. اذا عندك سي دي درايف بالكمبيوتر مالتك، طبعا انت هذا كله تسوي بكمبيوتر ثاني ما له علاقة بالكمبيوتر اللي راح تسوي سيرفر، يعني انت حاليا تبدي اول شيء تنظم وتحرق يعني السي دي بالكمبيوتر اللي ما راح انت تشتغل عليه لا فريناس ولا شيء. المهم تبدي لازم تروح على الفايل ورايت كليك بيرن تو ديسك، هذا تخلي طبعا الدي في دي درايف مالتك وحتى تطبعه، طبعا راح يسوي لك بوتبل ديسك. بعد ما طبعت الديسك وكملته، تروح على الكمبيوتر اللي انت تريد تسوي سيرفر، تريد تعمله سيرفر، تروح عليه. طبعا اذا بي انا اتكلم الان على الديسك، طريقة السي دي درايف، يعني تاخذ السي دي المطبع عندك، تروح
على الكمبيوتر اللي تريد تعمله سيرفر، تشغل الكمبيوتر، تدخل على البايوس، تدخل على الضبط على البايوس، وتسوي البوت، البوت من السي دي. طبعا يحتاج لك ثامب درايف، فلاش درايف ثاني، يحتاج لك فارغ يكون مو اقل من 16 جيجا، هذه حسب طبعا يعني من المواقع يقول لك يعني يفضل انه تعمل تنصيب النظام على يو اس بي فلاش درايف، لانه انت راح يكون بالكمبيوتر القديم طبعا اللي تريد تسوي سيرفر راح يكون بيه هارد درايف، انت تريد تستعمل هارد درايف كستورج، ما تريد تنزل عليه نظام اصلا، نزل النظام على يو اس بي فلاش درايف فقط. فمثل ما قلت انا، تروح على البايوس، تغير الضبط، تسوي بوت فروم سي دي اذا انت طابع سي دي، وتركب الفلاش درايف، تسوي ريستارت، راح ترجع انت يسوي بوت من السي دي. بعد ما يسوي بوت من السي دي راح تبدي على الخطوات، خلينا نبدي نشوفكم كيف يبدي. طبعا هذا وهمي، نسوي مجرد لل انه اشوفكم كيف راح يصير شكله. اوكي، من تروح تسوي بوت تخلي السي دي وبوت فروم سي دي، راح يطلع لك مباشرة هذه اللوحة. اوكي، هو راح يطلع لك بوت وان، هو اوتوماتيك، ده كل شيء ما تسويه هو اوتوماتيك راح يبدي يختار لك الاوبشن الاول، او تضغط رقم واحد وانتر وبعدين يختار لك الاوبشن الاول حتى يبدي بالتنصيب. اوكي، الان يسألك انستال ابجريد. اوكي، طبعا كله تستعمل كيبورد ماك ماوس، تستعمل هذا بالاتجاهات install upgrade. الان تختار راح يطلع عندك الهارد درايف اللي موجود بالجهاز طبعا، واسم الهارد درايف راح يطلع عندك، واسم الفلاش درايف، فانت تختار. انا ما عندي الان هارد درايف لاني وهميات، ولكن انت راح يطلع لك الهارد درايف، اسم الهارد درايف والفلاش درايف، تختار الفلاش درايف حتى تنزل النظام على الفلاش درايف. مثلا انا اختار اول واحد، كيف تختاره انت بالاتجاهات up and down يعني فوق واسفل، وبعدين تضغط على المسطرة من يكون هايلايت يعني من يكون اللون الازرق عليه، تضغط مسطرة. اوكي، هذه النجمة الستارت يعني معناتها انه سيلكت يعني تختارته، وبعدين اوكي، وبعدين راح يقول لك هذا البارتيشن كله راح يمسح يعني. انت متأكد انه تستمر؟ قل يس. تختار باسورد، لازم اي باسورد انت يعجبك، نختار 4 اصفار. اوكي، الان البايوس راح يقول لك طبعا اليو اي اف اي هذا للكمبيوترات الحديثة، وبايوس هذا القديم. المهم هو يشتغل على البايوس واليو اف اي، مو عندي مشكلة. المهم انا اختار بايوس، انتر، انتظر شوية راح يبدي الان بالتنصيب، احتمال اطول شوية، احتمال اقطع الفيديو وارجع. اوكي، هسه بعدين راح تطلع لك هذه الرسالة، يقول لك نصب بنجاح. الان تضغط على انتر، اوكي، يبوت سيستم. اوكي، بعد ما يتنصب وكمل راح يطلع لك هيجي النافذة، بعد ما يصير ريستارت يبدأ اوتوماتيك سو بوت. طبعا بهاي المرحلة راح يعطيك، طبعا لازم تكون انت مربوط بالانترنت، مش الفري ناس ما يدعم خاصية الواي فاي، يعني لا تعتقد انه انت تقدر تسوي كونكت للكمبيوتر اللي انت تقدر تسوي سيرفر على شبكة الواي فاي، وانما لازم تربط لين يعني كيبل، تربط بالفتحة اللي في الكيبل في الظهر، تربطه مباشرة للراوتر اللي عندك تعطي انترنت. فلا انت اصلا في البداية لازم تكون كل شيء مربوط يعني على الانترنت مربوط.
لأنه بهذه المرحلة راح يعطيك اي بي ادرس اوتوماتيك راح يسوي لك، وبعدين لازم انت تغير الاي بي ادرس لأنه راح يعطيك واحد على لا تعين. المشكلة فيه انه هو ما راح يكون ستاتيك اي بي، يعني اذا صارت عندك مشكلة بالكهرباء، انطفأ السيرفر ورجع شغلته، ممكن احتمال انه يتغير الاي بي ادرس وراح تصير مشكلة عندك من تريد تدخل على الملفات مرة ثانية. فلازم تغير الاي بي، تسوي ستاتيك اي بي ادرس، وطبعا موجودة الخطوات هم شلون راح نسوي بعدين كيف نغير على ستاتيك اي بي ادرس. الان هذه العملية شوي تاخذ وقت طويل من يسوي ريستارت طبعا، لانه راح يبدي ينزل وينصب الاشياء البلجنز والاشياء. راح اوقف الفيديو شوية وبعدين ارجع. اوكي، بعد ما اتنصب ونزل وصار ريستارت راح يطلع لك هذه اللوحة، هاي النافذة. هذه النافذة يعني راح يعطيك بها الاي بي ادرس. طبعا اذا ما تكون كونكت، يعني ما بتصل بالانترنت مثل ما قلت بالكيبل، ما راح يقدر يعطيك الاي بي ادرس. فراح يعطيك اي بي ادرس يعني راندوم، يعني على لا تعين يعطيك اياه. ومثل ما قلت هذا الاي بي ادرس لازم تغير الستاتيك اي بي ادرس ثابت، يعني لانه راح يصير عندك مشاكل بعدين بالمستقبل اذا انطفت الكهرباء والاي شيء صار في السيرفر. بعد ما راح تقدر تدخل، الاحتمال لانه راح يتغير الاي بي ادرس اللي اعطاك اياه. لازم تروح على الراوتر وتشوف الاجهزه المتصله على الراوتر، شوف الاي بي ادرس اي واحد وممكن تحصله. ولكن الافضل انه، او حتى لو من عنده، ممكن بعدين لازم تفتح تربط الشاشة عليه وتقدر تطلع الاي بي ادرس. طبعا انت ما تحتاجها بالمناسبة، انت بعد ما كملت وخلصت كل شيء، اذا نظمته وكملته وغيرت الاي بي ادرس الى ستاتيك اي بي ادرس، طبعا هذا فيديو لوحده بعدين نسوي احتمال، بعد ما تحتاج لا مونيتور ولا شيء، مجرد تعطي كهرباء للسيرفر ومربوط على الانترنت خلاص، لا ماوس لا كيبورد ولا اي شيء تحتاج، كل شيء ما تحتاج بيه، تخليه على جنب، تخفيه باي مكان تريد تخليه وخلاص. هذه المهم، اهم نقطة هي بعد ما يكمل التنصيب المفروض، ونصيحة يعني هي من حتى من الموقع نفسه، انه تغيره الى static IP address حتى لا تصير عندك مشاكل بالدخول مرة ثانية، لان هذا IP address كل ما تريح تروح تدخل عليه على السيرفر لازم تكتب بالبحث بشريط البحث، تكتب هذا الاي بي ادرس اللي انت سويته او هذا الافتراضي، تكتب الاي بي ادرس بشريط البحث اللي فوق، وراح يطلب عندك يوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم هو الروت، تكتب ROOT ROOT. الباسورد هو الباسورد اللي اختاريته انت بالتنصيب، شنو اللي اختاريته بالتنصيب. اذا ترجعون الفيديو وشوفون انا اختاريت باسورد، قلت اي باسورد انت اللي يعجبك فتدخل ذاك الباسورد. مثل ما قلت اليوزر نيم هو الروت، والباسورد هو الباسورد اللي دخلته. طبعا تقدر تغير عليهن بعدين، بعدين انت تبدي يعني من تدخل البيت تبدي تعرف اشياء كثيرة وصير عليك سهل. ان شاء الله اكون يعني وفيت بهذا الفيديو واستفادت من عنده.